السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو رح نحكي عن المقال اللي رقم 2 هي. هذا عنوان المقال: Partial Discharge Localization Based on Received Signal String. هلا الفكرة الأساسية اللي طبقت هي بالاعتماد على المعادلة اللي موجودة ب هذا المقال، اللي هي Ri تساوي R0 ناقص 10 N لوغاريتم 10 دي اي على دي، اي دي يفترض تكون كمان دي زيرو. هلا هاي المعادلة حولناها لهذا الشكل بحيث انا هون الدي اف المقصود فيها هي نفس الدي زيرو والار اف هي نفس الار زيرو، فصار فيني انا من خلال هاي المعادلة اقدر احسب نسبة مسافة الحساسات اي من واحد ل ام حساس مثلا على مسافة حساس انا بفترضه حساس مرجعي. يعني فرضا انا افترضت حساس واحد مرجعي، فأنا بحسب دي 2 عدي 1، دي 3 عدي 1 إلى آخره. هلا هاي المعادلة حأستفيد منها لاحقا بقلب الكود مثل ما هي. هلا أول شيء دخلنا الأحداثيات تبع السورس، أحداثيات الحساسات والريسيف باور قديش هي بالواط، وحسبنا عدد الحساسات. هلا هي الارقام منين جبناها؟ جبتهم من هذا الشكل. هون واضح عندي هذا الشكل مواقع كل حساس وموقع الغلط، او خلينا نقول موقع المصدر اللي هو هذا النقطه الزرقاء. هلا سوينا تابع سميته كومبيوت ريشوز. هذا التابع مهمته انه ياخذ كل حساس لمره واحده، يعتبره حساس مرجعي، ويحسب نسبه مسافه كل الحساسات لهذا الحساس لمره واحده. فاذا ندخل للكمبيوت ريشيو شو رح نلاقي؟ رح نلاقي هذا التابع حلقه 4 رح تمشي على الحساسات واحد واحد. من اجل كل حساس انا باخذه بعتبر كل باقي الحساسات الباقيه هي اذر سنسور، وبستبعد الحساس اللي انا اخترته، وبناء عليه فوت بحلقة 4 ثانية على الأذر سنسور وبحسب الريشيو. الريشيو بناء على القانون نفس اللي ورجيتكم اياه بالصورة، اللي هو 10 أس سنسورز ريسيفد باور ريفرنس ماينس سنسور ريسيفد باور لإس، هي نفس هي المعادلة على 20. هلا ليش 20؟ لأنه أنا افترضت هون إنه الـ N تساوي 2. فهلا صار معي أنا هي المصفوفة اللي اسمها ريشيوز، فيها نسبة كل مسافة كل حساس على الحساسات الأخرى. فراح آخذ هاي المصفوفة أعتبرها هي الـ reference ratios اللي عندي اياهم. هلا صرت أنا بعرف نسبة كل مسافة على المسافة الثانية، بس المسافة بحد ذاتها أنا ما بعرفها. لحتى أحسب هاي المسافة استخدمت الخوارزمية الجينية. هلا الخوارزمية الجينية راح أعتبر إنه الكروموزوم تبعها هو المسافة. فأنا مثلا بهذا المثال عندي 6 حساسات، فالكروموزوم هو شعاع طوله 6، دي 1 دي 2 لدي 6. هلا عدد الأجيال هو 200، عدد البوبيليشن سايز هو 50. هلا اللور باوند والهاير باوند لكل مسافة، اللور باوند أنا افترضته 0.5، إنه ما راح تكون المسافة أقل من هيك. الهاير باوند هو 27. هذا ال 27 منين جبته؟ أكبر مسافة ممكن تكون موجودة بهي الانفايرمنت هي القطر، فإذا بنحسب القطر بيطلع 26 فاصلة تقريبا، فأنا حطيته 27. بعد هيك استدعينا الخوارزمية الجينية اللي رح تعمل مينيمايزنج للأوبجيكتيف فانكشن 1. هلا الأوبجيكتيف فانكشن 1 بكل بساطة هو رح ناخذ الكروموزوم اللي هو عبارة عن المسافات. هلا أنا صار معي المسافات، فبنفس الطريقة فيني أحسب نسبة هاي المسافات لبعضها. فأنا عم بحسب الريشيوز هالمرة على إنه هي كأنه دي 1 على دي 2، دي 1 على دي 3، دي 1 على دي 4، أو بما إنه الريفرنس هون كأنه عم نقول دي 2 على دي 1، دي 3 على دي 1. لما آخذ الريفرنس هو 2 عم بحسب دي 1 على دي 2، دي 3 على دي 2 وإلى آخره. يفترض هدول الريشيوز اللي عم بيحسبهم هون نتيجة معرفة المسافة يكونوا نفس الريشيوز اللي أنا خمنتهم من القانون. فأنا كيف بدي أحسب قرب او بعد هدول الريشيوز عن بعضهم؟ بكل بساطه هو قانون المسافه الاقليديه.
اخذت الريفرنس ريشوز اللي انا حسبتهم قبل شوي من القانون، طرحتهم من الريشوز اللي نتجوا عندي نتيجه هذا الكروموزوم، فصار عندي شعاع بنفس الطول. ربعت المركبات وبعدين جمعت النتيجه. فهذا باختصار هو قانون المسافه الاقليديه. هلا بس انا انتهيت من عمليه الاوبتمايزيشن الاولى، صار معي انا شو هن المسافات دي 1 دي 2 لدي 6 اللي هن افضل المسافات. بحالتنا هون لدي 6 لانه المقال فيه 6، بالحاله الثانيه لدي 8 لانه في عندي 8 حساسه. هلا بس انتهيت هي الخوارزميه الجينيه، صار عندي بالكروموزوم انا مين هن الاستيميتد ديستانسز، صار عندي انا المسافه دي 1 المسافه دي 2 هيك للمسافه دي 6. ونحن بنعرف انه المسافه دي 1 هي المسافه بين الحساس الاول والسورس، نعرف انه المسافه دي 2 هي المسافه بين الحساس الثاني والسورس والى اخره. طيب هلا صار معي انا مواقع الحساسات ومعي مسافات هدول الحساسات عن نقطه السورس. هلا بقيان خمن شو هو السورس، كيف انا عم خمن شو هو السورس او اقدر احدده؟ كمان استخدمت خوارزميه جينيه ثانيه. هي الخوارزميه الجينيه رح يكون فيها الاكس واي هن الكروموزوم، الاكس واي تبع السورس او الاكس واي زد تبع السورس هن الكروموزوم. ف رح يكون عندي عدد متغيرات 2 لانه عندي احداثيتين بمثال المقال، 3 احداثيات بالحاله الثانيه لانه عندي اكس واي زد. هلا اللور باوند والهاير باوند، اللور باوند هو 0 0 مبدا الاحداثيات، والهاير باوند هو 25 10 25 10. هلا بعد ما حددت رح استدعي الخوارزميه الجينيه لاعمل مينيمايزيشن للاوبجكتيف فانكشن 2. هلا شو هو الاوبجكتيف فانكشن 2؟ اول شيء رح ياخذ دخل اللي هو كروموزوم اللي انا عم بفترضه هو الاحداثيات اكس و1. هلا يفترض انا اذا بناء على هدول الاحداثيات اللي هن اكس واي تبعت السورس، اذا انا بحسب المسافه بين كل احداثيه او بين كل سورس بين السورس وكل حساس، يطلع معي مسافه مساويه او تقريبا مساويه للمسافات اللي انا عملت لهم استيميشن بالخوارزميه الجينيه اللي قبل. فانا اذا طلع معي هذا الاستيميشن صحيح، يفترض يكون اقرب ما يمكن للاستيميتد ديستانس اللي انا عندي اياها. فشو عم بيصير عندي انا بناء على الاكس واي عم بحسب الكرنت ديستانسز اللي هي المسافه بين السورس وبين السنسورز الباقيين. هلا وانا كمان من الخطوه اللي قبل معي شو هن الاستيميتد ديستانس، فمين هي افضل اكس واي؟ افضل اكس واي هي اللي رح تخلي قدر الامكان الاستيميتد ديستانسز يساوي الكرنت ديستانسز. فبنفس الطريقه كيف بدنا نحسب هل الكرنت ديستانسز قريبين من الاستيميتد ديستانسز؟ حنستخدم المسافه الاقليديه اللي هي انه انا بطرح المركبات من بعضها، بربع كل مركبه وبجمع الكل، فبحصل على الفيتنس فاليو لهذا الحل. هلا لما طبقت الفكره اول مره هيك طلع معي خطا كبير شوي بناء على هذا الملف. هذا هو الجواب اللي طلع معي، كان الخطا هو 3.79. جيت انا وضعت الافتراض التالي، من الحساس كل ما كان ابعد عن السورس فيفترض بتكون الثقه بهذا الحساس اقل. ليش؟ لانه هذا الحساس الاشاره اللي حتى وصلت له راح تكون قطعت لعده تخميدات وقطعت مسافه اكبر بالوسط، صارت اقل وثوقيه. فانا كيف مثلت هذا الشيء؟ مثلت هذا الشيء باني انا قسم الخطا الناتج عن المسافه تبع هذا الحساس مضروبه ب الاستيميتد ديستانس، واحد على الاستيميتد ديستانس. عمليا كل ما كان الحساس ابعد فراح تكون هي القيمه اصغر، فراح اضرب انا وكاني عم اضرب الخطا الناتج عن هذا الحساس بقيمه صغيره، فالخطا الناتج عن هذا الحساس كاني عم اهمل تاثيره او عم خفف تاثيره. مقارنه بباقي الحساسات اللي عم تكون قريبه للسورس رح تكون المسافة تبعها أقل، وبالتالي رح يكون هذا المقدار أكبر، وبالتالي أنا عم بعطي أهمية أعلى للخطأ الناتج من الحساسات الأكبر. ولما عملت عملية القسمة هي فرق الجواب ل 11 فاصلة لا عفوا لخطأ مساوي لنصف متر تقريبا، واللي هو عمليا طلع أحسن من الجواب اللي طلع مع الكاتب اللي هو الخطأ طالع مع error is 1.3 متر. هلا ملاحظه سريعه، نفس هذا الكود
اخذناه وطبقناه على المثال اللي عندنا، فاستبدلنا الاكس واي صار عندي انا اكس واي زد. هذا المثال اللي موجود عندنا نفس الكلام تماما. اذا نفتح الاوبجكتيف فانكشن 1 ما في شيء تغير، الاوبجكتيف فانكشن 2 بس اعتبرنا انه عندي انا الزد انضافت كاحداثيه جديده. كمان هون بالكروموزوم رح لاقي انه انا عندي النمبر اوف فاريبل هو نمبر اوف سنسور يلي هو 8 بحالتنا. هلا ملاحظه هون انه انا كيف حسبت السنسور ريسيف باور، اني انا اخذت مجموع الحساسات، مجموع يعني الإشارة فيها عدة مركبات، ربعت هالمركبات وجمعتها. هلأ ليش قسمت على 10,000؟ هلأ رح شيل القسمة رح نشوف انه نحن هذا الرقم عم نستخدمه بقلب الكمبيوتر ريشوز. أول شيء رح شوف انه هذا الرقم هو رقم كتير كبير من مرتبة 10^6 تقريبا مليون. هلأ إذا نفوت على هذا التابع لما بنيجي بدنا نحسب الريشوز رح لاقي انه نحن عنا 10 مرفوع على القوة لهذا الرقم. خلينا نشوف قديش عم تطلع الريشيو، عم تطلع انفينيتي، لانه هذا الفرق نتيجة الارقام اللي كثير كبيرة كمان هو طلع رقم كثير كبير. ف10 مرفوع لهذا الرقم مثلا لنفترض لو قلنا 10 مرفوع على الاس 50 بس فحيطلع معنا رقم جدا جدا كبير، فلهيك عم يطلع الجواب انفينيتي. هلا انا لحتى اتخلص من هاي الانفينيتي عملت نورماليزيشن للرقم اللي انا عم بحسبه اللي هو الاستطاعه بحيث اني انا قسمته على 10,000، فهذا سبب التقسيم. هلا الافكار الباقيه نفسها، الخوارزميه الجينيه الاولى نفس المبدا، الخوارزميه الجينيه الثانيه نفس المبدا، واخر شيء عم نطلع الرقم والايرور. هلا بنفس الطريقه كمان جربت عمليه القسمه بقلب الاوبجكتيف فانكشن الثاني، فرح نلاحظ هون انه without with مره ال without كان احسن مره ال without كان اسوأ. فما قدرت اوصل لحاله عامه اقول انه انا اذا بقسم افضل او اذا ما بقسم هو افضل، فلهيك حبيت اطرح الحالتين وورجي الجوابين. هلا ممكن نحن نعتمد خلص انه الحالة العامة هي without لانه هي بالاساس ما انا مطروحة، او خلينا نقول ما انا موجودة او مأخوذة بعين الاعتبار او مطروحة كفكرة بالمقام.